الاسم ديالي شاهين حنان، من الساكنة ديال حي ارتيزانا بسباتة، بقرب من شارع ادريس الحارتي، الزنقة 6 الرقم 50. وانا انا متضررة، والضرر ديالي هو السكن اللي انا دابا كنسكن به، اللي هي واحد الشقة اللي كلها اصبحت شقوق من جراء اصلاحات كان يقوم بها السيد مول الدار، يعني مول الملك. والدار قديمة بزاف، يعني الدار راه عندها سنوات من الخمسينات، وهذوك الاصلاحات اللي قام بها اللي غير قانونية بلا رخصة بلا والو، ضرت بها الشقة ديالي لدرجة أن السقف ديال البيت النعاس وديال المراح يعني طاح، لدرجة حتى الحديد بان. ملي شاف هو داكشي خاف على راسو، قال لي يا غادي ندخل غادي نصلح ليك. أنا ما عرفتش الموضوع غادي يتطور، أنا قلت هذاك الشيء ماشي مشكل، قال هو غادي يدرقو، هو أنا ما عنديش صلاحية باش ندير شي حاجة. هو منظر فعلا دخل دار البصلانة للسقف، خلى لي الصالون كله، الصالون كله شقوق. قال لي ودابا انت اللي غادي تكملي، وانا ما عنديش الحق، ما عنديش الحق. لو كان صباغه عندي فيها الحق، ولكن باش نبرك نريب في الشقوق ونعمر، وهذا غادي تولي عندي متابعه، وانا ما انا مره غير درويشه، انا ما قادره على متابعات، ما قادره على مسؤوليه. ودابا انا وليت عايشه في الخوف، والخوف ديالي هو على وليداتي لطيح بيا الدار. والمشكل ان كل مره كنسمعوا دار طاحت هنا، دار طاحت هنايا، وفي سباته، يعني سباته راه بني قديم، راه هذا الشيء معروف، سباته بني قديم. يعني الا بغيتي دير شي اصلاح خاص تكون عندك اول حاجه الخبره، ولا كانت عندك الخبره خاص تكون عالم السلطات، يكون عندهم تكون عندك الرخصه. هاد السيد ما داير خبره، ما عنده رخصه، وانا دابا كنطالب حاجه وحده، مادام الدار دارت للخبره وهو اللي جاب الروسي كأنه غادي يدير الخبرة وعطاه للسيدة القائدة، إلا وخاص الخبرة الدار باش نرتاح أنا، باش نبقى جالسة مرتاحة. دابا أنا عايشة في الخوف على وليداتي، كنخرج وخايفة، إلا بغيت نقضي شي مصلحة كنبقى كل ساعة نعيط في التليفون ياك ما وقعت شي حاجة. أنا السيد هذا تمادى علينا بزاف، أنا ما طلبنا منه حتى شي حاجة، قلنا ليه يصلح الشقة ديالو، دابا غطى ديك العيوب اللي كانت، غطاها بشويه البصلانه، وقال لكم كملوا دابا داك الشيء الاخر، نتوما كملوه. مع العلم حنا ما عندناش الحق باش نديروا هذا الشيء هذا، الله يستر الا وقعت شي حاجه حنا اللي غنتحملوا المسؤوليه. طالبناه باش يكمل داك الشيء ديالو، بدا كيتحايل علينا، كسبغوا نتوما وديروا داك الشيء، حنا ما فطاقتناش، يلاه خارجين من 3 شهور ولا زياده واكثر، ما كنتش خدام، انا سائق طاكسي كنتش خدام، ما عنديش باش غادي يمكن ليا باش نسباغ ولا ندير شي حاجه. وبقى كيتحايل عنا، لذا التجئنا للسلطات باش يديروا معنا الواجب ديالهم. وهذا لحد الان راه ما وقفوه، ولكن هو رغم داك الشيء كيضرب بعرض الحائط داك الشيء القرارات ديال السلطات، كيضرب بعرض الحائط داك الشيء القرارات ديال السلطات، وزايد كيكمل في الاصلاحات اللي ماشي اصلاحات، انه كيغطي العيوب بسباغه. وجات القيده وراه وقفاته بامر من وكيل جلاله الملك. ولحد الان راه حنا كنتسناو في هذا الشيء، حنا طالبنا وراه مطالب الان بالخبره. الخبره الا قالت راه هذا الشيء خصو منزل خصو يتهدم، حنا قابلين. الا كان خصو اصلاح يتصلح، تكون شي حاجه قانونيه، حنا ما بغيناش نديرو شي حاجه اللي خارجه على القانون. حنا خايفين على راسنا وعلى وليداتنا، وما كاينش حتى الجيران ديالنا. انا راه كنخرج انا كنخرج نخدم وكنخليهم هما بوحدهم في الدار، وكنبقى مشغول مشطون عليهم. انا يلاه دخلت دابا جيت لقيتو كيسبغ، لذا كيغطي في ذوك العيوب ديالو. هذا هو اللي كنطالبوا منه، هو انه يدير الخبره، يمتثل الاوامر اللي كاينه، يدير الخبره ديالو. وما علينا حنا الا حتى حنا غنرضخوا لهذا الشيء اللي كاين، اللي دارتو الخبره حنا قابلين به فقط، الامتثال للقوانين.